بيسعدني أنه يكون معي ضيفة امرأة وسيدة أردنية، قصة نجاح وإصرار وقوة بدأت من تصميم الكتب كجرافيك ديزاينر إلى أن أصبحت مؤلفة ومخرجة لكتب مدرسية للمراحل الأولى اللي عم نحكي ما قبل الابتدائية. لم تكتفي أنها تكون أم وتتوقف عند مجال دراسة الجرافيك ديزاين، إنما أصرت وأكملت دراسة أخرى لتقوي عملها وتزيده علم وعمل بتربية الطفل. رح نحكي عن سيدة أصدرت أكثر من 60 كتاب معظمها تم اعتماده من قبل وزارة التربية والتعليم في المناهج الدراسية. أسماء الجلودي، صباح الخير. صباح النور دعاء. يعني عم نحكي عن قصة نجاح سيدة بكل إصرار، درستي، اجتهدتي، ألفتي، صممتي وما زلتي تعطي أيضا بهذا المجال. خلينا نحكي عن البدايات، خليني بس مشاهدين أعطيكم فكرة سريعة عن بعض الكتب قبل ما نحكي مع أسماء عن مشوارها، مشوار النجاح. مثل هذه الكتب اللي تم اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم للمناهج الدراسية ما قبل المرحلة الابتدائية، عم نحكي عن KG1 وKG2، كتب جميلة بأسلوب عصري وأسلوب ممتع لتعليم الأطفال باللغة العربية واللغة الإنجليزية. مثل هيك طبعا احنا بنحكي عن اكثر من 60 كتاب، رح نحكي اكثر عن هالكتب، ولكن بدايه كيف كانت البدايه مع كتب الاطفال؟ هلا اول شيء دعاء، انا كثير مسروره انك استضفتيني برنامجك الجميل يوم جديد. الله يخليك. بدايه ما في شيء بالدنيا ببلش كبير. نعم. كل شيء ببلش صغير وبيكبر. نعم. هلا اولى بداياتي كانت مع دار نشر، كنت لا تتعدى اني اصمم غلاف كتاب الاطفال. نعم. اوقات كمان كنت اصمم كتب جامعيه لا تتعدى الغلاف. شوي شوي الانسان بيتطور اذا كان بده يتطور. نعم. فبلشت اتعمق بالتصميم، نحن ما عم نحكي عن شهر ولا شهرين، نحن عم نحكي عن سنين. نعم. فلحد ما انه قدرت امسك الكتاب بالكامل، كتاب الاطفال، واني اصممه واخرجه بطريقه جميله. حلو. وجذابه للطفل. نعم نعم جميل. اذا البدايه كانت كجرافيك ديزاينر بتصميم اغلفه الكتب. نعم. هي كانت البدايه منذ سنوات. ثم انتقلتي الى التاليف والاخراج الى ان اصبحت يعني تمسكي من A to Z او من الف للياء هذا الكتاب كامل. صحيح. ما طبعا كتبك معتمده من وزاره التربيه. نعم. والتعليم، وتم اصدار اكثر من 60 كتاب باللغه العربيه والانجليزيه. صحيح. طيب هناك اسس معينه ومبادئ معينه لاي كتاب يتم اصداره لحتى يعتمد من قبل وزاره التعليم؟ مش اي حدا بيجيب شويه الوان وبصمم كتاب يطلع. ما هي الاسس اللي بتعتمدها اسماء الجالودي لحتى تصدر كتاب مناسب لهذا العمر من الاطفال؟ الطفل بحد ذاته مو سهل ابدا انك تكتبي له. نعم. الطفل عبارة عن كنز مكنون. نعم. في بداخله جوهرة نحن لازم نطلعها. نعم. ما بتقدر تطلعيها إلا إذا حطيت رجلك على الطريق الصحيح. نعم. كيف بدك تكتبي له؟ دعاء للحظة الكاتب أو المؤلف ما بيكتب بشكل سريع. نعم. أو بيكتب بشكل أنه يلا بدي أعمل كتاب ويلا بدنا نعمل كتاب، لا. نحن أوقات بنقعد شهرين يمكن أكثر ليطلع معنا بس النص يلي بدنا نكتبه. نعم. بدنا نطرحه بالمنهج. نعم. هلا الكتاب ليوصل لهذا المستوى الكاتب بحس حاله أوقات وقع في ورطة. نعم. شو بده يكتب للطفل؟ نعم. طب كتب له قبل، كتب له بكتب سابقة، كتب، نحن ما بدنا نكرر شيء. كل كتاب بدك تعمليه جديد، بدك تكتبي فيه فكرة جديدة، إشي جديد. نعم. إشي بيتناسب بالطفل الحديث، الطفل اليوم ما بيناسبه أي شيء. نعم صحيح. الطفل اليوم 100%. بده شيء يفهمه. طفل زمان كان اللي بيناسبه غير طفل اليوم. نعم. طفل اليوم بعصر، نحن بعصر التكنولوجيا، بعصر الثورة. نعم. الكبيرة، الطفل هلأ عنده بده يمسك آيباد. نعم. يتصفحه أحسن من أنه يمسك كتاب. صحيح. فهي النقطة بدك تراعيها كتير. صحيح. فنحن بس بدنا نعمل كتاب بده يكون خاضع لكثير أسس. نعم. منها معرفية، منها وجدانية. نعم. منها حرفية نفسية أيضا. نفسية. نعم. عقائدية، وجدانية. نعم. كلها بتندرج تحت مسمى واحد. جميل. منها حركية، منها ترفيهية.
جميل. الجانب الترفيهي هو يلي بلم كل الجوانب يلي حكيتها. حلو. اللي هي شكل الكتاب، الألوان، التصميم لازم يكون جذاب، لازم نعم. تخترقي قلب الطفل. نعم. ليقدر ليحب يقرأه. نعم. الطفل إذا ما كان مستمتع بالإشي اللي حاطيته أنت بين إيديه ما رح يتعلم. جميل جميل. أسماء، أنت لم تتوقفي بدراسة الجرافيك ديزاين رغم أنك ربت أسرة وعندك أعتقد 3 أطفال، ما هيك؟ 3 أطفال. 3 أطفال الله يخليهم، ومتفوقين دراسيا، متفوقين من الأوائل ما شاء الله، الله يحميهم. بالمدرسة. ولكني أصريتي على دعم هذا الإبداع ودعم هذه الموهبة ودعم عملك بالدراسة. صحيح. وأكملتي دراسة تربية الطفل. صحيح. حدثينا عن هذا الإصرار. صحيح. هلا دعاء، أنا زي ما قلت لك أنا بلشت مصممة كتب. نعم. أطفال، وأبدعت في هذا المجال بشكل جدا رهيب. نعم. الحمد لله رب العالمين. هلأ حسيت للحظة أنا أنه صممت كتب كتير. نعم. بس كانت تجيني الكتب كنت أحس أنه لا، أنه صرت أتدخل شوي مع التأليف، أنه يا ريت يا مؤلف نحن نحط هيك بهذا الشكل. نعم. هلأ المصمم أوقات بيشارك في عملية الإنتاج. نعم. ليش؟ لأنه بحسه الفني بصير أنه بيكتسب خبرة، أنه الخط المكتوب بالكتاب، المحتوى، أنت عم تحكي عن كتب كتير. يعني خلينا هيك نوجيهم وإحنا عم نتحدث بعض هيك من صفحات الكتاب. صحيح. الأسلوب والطريقة البسيطة الخفيفة والإبداعية والمعاصرة أيضا بتعليم الأحرف. جميل حلو. وبطريقة مسابقات عشان الواحد يستمتع كمان. صحيح. ما هيك؟ صحيح. يعني وحتى كمان طرحنا كنت أكتب فيها أغاني. نعم. للأطفال هون كأنه أغنية أو شعر في هاي الصفحة. صحيح. كنا نرفق صور دائما نتعامل مع صور ونتعامل مع رسامين كبار. نعم نعم. يعني أسلوب جميل وعصري. طبعا إحنا عم نحكي على عدة كتب هون، قصة. صح. على ما أعتقد. صح، صور وقصة. طبعا عم بنشوف كمان لغتي الجميلة المستوى الثاني، لغتي الجميلة، تصميم وإخراج أسماء جالودي. صحيح. لغتي. نعم. الجميلة هاي سلسلة جديدة. نعم. انطرحت 2019. نعم. لسه يعني هاي آخر سلسلة لإلي. حلو. كانت سلسلة رائعة جدا. نعم. ولاقت إعجاب كثير من الناس. ليش؟ لأنها عصرية. جميل. تصميم عصري. نعم. المحتوى محتوى. نعم. رائع وجميل. نظريات حديثة. حلو. نظريات علمية حديثة خاطبت عقل الطفل الحالي واحتياجاته الحالية. جميل. طفل اليوم بده شيء جديد. حلو. وراعينا هذا الشيء بالكتب. جميل. يعني احنا بنتمنى لك كل التوفيق والنجاح بهالمشوار الابداعي والمزيد المزيد من التألق. مثل ما حكينا الكتب لا يمكن ان تكون بالمناهج الا لما يتم دراستها واعتمادها. صحيح. من وزارة. صحيح. التربية والتعليم. كلمة أخيرة منك بنهاية هذا اللقاء. كلمة أخيرة دعاء، انه الطفل شيء كثير صعب، نحن لازم نعرف كيف نتعامل معه. وانا بوجه رسالة للمنظمات كلها إنه مو بس أنت إلك حقوق والمرأة. نعم. إلها حقوق والمعلمين إلهم حقوق، لا، الطفل كمان إله حقوق. جميل. والمؤلف. نعم. إله حقوق إنه يعرف شو يكتب للطفل. نعم. نعم. الطفل هو عبارة عن، نحن عم نحكي عن بحر. نعم. إذا ما عرفتي أنت تبحري فيه رح تغرق الطفل وتغرقي. صحيح. هلأ تغرقي مش مشكلتك، أما تغرق الطفل إني عم تحكي أنت عن مشكلة مجتمع. نعم. صحيح. هو أساس تكوين المجتمع. نعم. كل التوفيق أسماء وشكرا لك.